عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. النهارده حلقتنا مختلفة عن كل مرة، هي كل مرة بنجيب قضية بنحاول نغطيها من الناحية الدينية، من الناحية القانونية. طبعا معانا فقرة ثابتة اللي هي فقرة الشيف. النهارده قلنا نغير بقى كده، وعايزين ندي بقى طاقة إيجابية بقى أكتر وأكتر. فالنهارده حلقتنا بقى متنوعة، فقراتنا النهارده متنوعة، يعتبر ايه ما عملناهاش قبل كده في البرنامج. كتير جات لنا أسئلة على صفحة البرنامج بخصوص الطاروت والكروت، ويعني ايه وده علم ولا ايه. فقلنا لا، الحاجات دي بقى لازم متخصص يجي يقول لنا الموضوع ده فيه ايه. دي اول فقرة معانا. وبعد كده معانا فقرة جميلة جدا هتدي طاقة إيجابية عظيمة، مش هقول بس في مختصة على الشيفات، لا على مصر كلها. ومعانا في الفقرة الثالثة معانا شيف من أكلاتها المعروفة بتاعت أجدادنا القديمة، الجبنة القديمة بقى والعسل والفطير، هنشوفها في فقرة الشيف. تعالوا بقى بنبدأ بأول فقرة معانا وهي فقرة الطارود، بس بعد الفاصل. معانا أول فقرة زي ما قلت لكم هي فقرة الطارود، ومعانا الأستاذ محمد صبحي. أهلا وسهلا، يعتبر ملك الطارود في مصر. أهلا بيك. ربنا يخليك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا. أنا كنت متابعاك من فترة كده على صفحتك، والناس بتشكر فيك جدا. ميرسي، الحمد لله، توفيق من ربنا. الحمد لله، طبعا حب الناس ده بتاع ربنا. الحمد لله. يعني الحمد لله. عايزين نعرف بقى يعني إيه طاروت؟ يعني كل اللي أنا أعرفه عن طاروت إن هي كروت أوروبية، وفي ناس بيقولوا لا دي فرعونية، وفي ناس بيقولوا لا دي مصرية. عايزين نعرف كده ايه نبذة صغيرة كده، نعرف من حضرتك يعني ايه تاروت. طيب، هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، التارو لحد دلوقتي ما حدش قادر يحدد نشأته ايه. تمام. كل واحد بياخد الموضوع على الطاقة بتاعته. انا شخصيا متوقع او انا واثق ان البداية بتاعته كانت بداية فرعونية. نشأ في القدماء المصريين في الفراعنة. سمي تاروت الى اسم ملك العدل في وقت الفراعنة كان اسمه نحوت، اخذوا منه اسم الطارود. نحوت. اكتشفوه الممالك لما دخلوا مصر. لما شافوا رموز وارقام وحاجات مختلفه عنهم، ظن منهم ان دي حاجه ليها علاقه بالسحر، فبداوا يلجأوا للمتخصصين في علم الفراعنه او في علم الحضاره المصريه، فلجأوا للاوروبيين. طلينا كانوا اكتر ناس مهتمين في وقتها بالحضاره الفرعونيه. اخذوا الورق او اخذوا الرموز الموجوده وبداوا يحللوها، لقوا ان هي فيها ارشادات، تحذيرات، تنبيهات، بعض من التنبؤات، فيها حاجات بتدي مصدر طاقه ايجابيه وفيها حاجات بتخوفني او بتسكتني شويه. تمام. ايا كان النشا، التارو ما هو الا ورق طاقه، ملوش علاقه خالص بالغيبيات، لا يعلم الغيب الا الله. كل الموضوع أيوة ان هو دي اهم حاجه توقعات. نقولها. توقعات زيها زي بالظبط خبراء الارصاد لما توقعوا سقوط الامطار ونلاقي المطر سقط، هو ما تعلمش الغيب، هو دراسه وعلم قالت له ان جايز يكون في سقوط امطار، زي توقعات خبراء كرة القدم، زي توقعات خبراء الدراسة، كل حاجة بلا توقعات نتيجة دراسة لمتخصصينها. فالطارو ورق طاقة، احنا بندرس الرموز فيه، بندرس علم أرقام، البادي لانجوج بتاع الكارت نفسه، الكواليتي، الرسمة، رياكشن الشخص أو رياكشن الرسمة بيديني مدلول، يا إما أنا بحذر حضرتك من حاجة، لو أنت سيام مثلا عايزة تدخلي مشروع تجاري ومتخوفة، هل ده وقت مناسب؟ بالظبط. طب جميل. الشريك اللي معايا الانرجي بتاعته ايجابيه ولا نيجاتيف، هتوقعني، هتسقطني في مشروعي. طب في شخص معين متقدم لي، انا حابه اعرف الشخص ده الغموض اللي فيه ايه، في توافق او لا. ده كله احنا من خلال تسلسل الورق بنحطه قدامنا وبنتوقع اللي حضرتك عايزاه. تمام. اوكي، هو دلوقتي احنا داخلين على سنه جديده، يا رب سنة سعيدة إن شاء يا الله. رب يا رب بقى، يعني كفاية 2020 اللي حصل فيها. عايزين بقى إيه يعني، يا رب يعني يبقى في طاقة إيجابية. عايزين نعرف بقى توقعات السنة الجديدة من ناحية التاروت بقى. طيب، عايزة بقى بشرة. التارو إحنا عندنا 78 كارت، فيهم 22 كارت تحت اسم السر الأكبر.
السر الأكبر. وبقت 56 كارت التانيين بيتكلموا عن حاجة اسمها السر الأعظم. السر الأكبر هي أركان الأساسية في التارو. تمام. فيها الحاجات أو فيها الأوراق اللي بتخص الأبراج، الأبراج الهوائية، الأبراج النارية، الترابية، المائية. يعني مثلا الأبراج النارية بيرمز لها رمز العصي. الأبراج الهوائية زي الكارت ده مثلا بيرمز له رمز السيوف. تمام. طيب لو احنا هنتكلم بصفة سريعة عن توقعات مثلا للأبراج الهوائية. الهوائية بقى تعتبر الأبراج الإيه؟ الهوائية الدلو، الميزان، الجوزاء. العنصر بتاعها هوائي. دايما بتلاقي شخص متقلب المزاج باستمرار، متردد، ممكن ياخد القرار ويرجع فيه في ثانيه. هو الجوزاء ده الجوزاء والميزان والدلو. بس الجوزاء اكتر بطبيعته، الجوزاء اكتر. او اللي الطالع بتاعه جوزاء، يعني جايز حد يكون مثلا برج ثور بس الطالع بتاعه جوزاء، فبتلاقيه دايما الصفه الاساسيه فيه التردد وتقلب المزاج. تمام. الميزان هوائي، بس الصفه اللي متاخده على الميزان هو ناقد شويه، يعني بيحب ينتقد بس ينتقد عشان ينهض باللي قدامه. يعني الميزان مش هينتقد الشخص غير لما يكون بيحبه عشان يرتقي بمستواه. الدلو اكتر الابراج مثقفه، بيحب القرايه جدا، بيحب الثقافه جدا، غيور قوي. فدي الابراج الهوائيه. لو احنا هنتكلم عن توقعات سريعه للابراج الهوائيه، هنقول ان في طاقه الحب ذا لوفرز بيتكلم ان معظم الابراج الهوائيه داخله على حاله حب جديده، او داخله على علاقه مع توأم شعله، او جايز يقابل توأم شعلته. الكارت كمان بيتكلم عن ان البدايه لمعظم الابراج الهوائيه هم عندهم طاقه التسامح، فما عندوش مانع ابدا ان يدخل السنه الجديده وهو بيرجع شخص من الماضي، او بيغفل ويسامح لشخص من الماضي، او يبدا علاقه حب جديده. لو هنتكلم عن كارت المال، ده كارت برج الميزان. لو هنتكلم عنه بنقول ان في حاله توازن للابراج الهوائيه مع بدايه السنه الجديده، حاله من التوازن المادي. يعني جايز مش هيفتقد او مش هيخسر مال كتير اذا كان خسر، وجايز جدا يكون عنده مردود مادي نتيجه شغل او جهد بذله في 2020 هيحقق مردود ليه. لو هنتكلم عن الحاله الصحيه للابراج الهوائيه، هنقول ان في بعض التوتر، جايز يكون التوتر ده نتيجه خوفهم على اشخاص مقربين لهم. يعني خوفه على ابوه او امه او شخص هو بيحبه، فالخوف ده عامل له توتر فبيخليه مذبذب ما بين ان هو ينام كويس او يبقى بيفكر كتير. الآن فالكارت تحذيري، احنا بنحذر كده من خلاله ان الابراج الهوائيه ما فيش داعي للتوتر كتير. يعني لو انت بتفكر في شخص تعبان انت خايف عليه، لو انت عندك نزاع قضائي الموضوع طول شويه وده عامل لك قلق، فاحنا بنحذر بنقول نحاول نفصل مع بدايه السنه الجديده، ان احنا نفصل الماضي مع الحاضر اللي جاي ونتفائل في خير، او نعمل قانون الجذب للحاجات الايجابيه في حياتنا. ده سريعا. تمام. لو قلنا مثلا توقعات الابراج الطرائيه، ناخد دي كروت فرعونيه، دي تقريبا على نفس النهج الاساسي اللي ظهرت بيه الكروت الفرعونيه، تقريبا نفس الستايل. انا شخصيا بفضلها جدا الكروت الفرعونيه، بحسها اكتر مصداقيه شويه. لو هنتكلم عن اوراق ترابيه زي الجدي، التور، العذراء. الجدي والتور والعذراء ابراج ترابيه، طبعا عنصرهم الارض ترابي، تلاقيه دايما ميال لارض الواقع، ما بيحبش الخيال، ما بيحبش يسرح كتير، واقعي بيحب يعيش الواقع. معروف العناد والاصرار، ودايما البرج الترابي وخصوصا التور ما بيحبش حد ينتقد قدام حد، ودايما تلاقي عنده مبررات لكل حاجه. الكوكب او البرج التور، الكوكب المتحكم فيهم كوكب الزهره، ده كوكب الحب والجمال، فدايما هتلاقي التور رومانسي زياده عن اللزوم. طيب لو هنتكلم عن توقعات سريعه للابراج الترابيه، في الحاله العاطفيه برج التور او الجدي او العذراء بصفه عامه هو قافل شويه. يعني عايز يدخل السنه الجديده وهو عامل توازن لنفسه، مش عايز يدخل علاقات عاطفيه جديده. جايز يكون عنده خوف من علاقه فشلت بالنسبه له. جايز يكون مستني كارما عشان يبدا صفحه جديده. وارد كمان يكون هو وضعه مع الشريك مش مستقر، فهو خايف ياخد خطوه ليوتر الوضع اكتر. فخلينا نقول ان الابراج الترابيه بنسبه كبيره داخله الحياه العاطفيه مع بدايه 2021 فيها تحفظ شويه. تمام. كارت المال ما شاء الله كوين اوف كابس بيتكلم عن ان في دعم هيبقى يتلقاه معظم الابراج الترابيه، وخصوصا السيدات. او لو حد داخل مشروع فيه سيدات، او لو حد داخل مشروع يخص الحاجات السيدات، الميك اب او ما شابه ذلك. بس كوين اوف كابس بيتكلم عن ان في دعم، ودعم ايجابي جدا للابراج الترابيه. يعني جايز يكون حد بيعرض على برج ترابي شراكه، جايز يكون حد من الابراج الترابيه يدخل ترقيه جديده. الكارت كمان بيتكلم عن الناس اللي بتطور في علاقاتها او بتطور في شغلها،
او اللي منتظره سفر، الموضوع بالنسبه لهم ايجابي جدا، في دعم ايجابي للابراج الترابيه، بشرى. يعني هيلاقي حد بيديله بيمد ايده عشان ياخده لمكان او لصفحه اكتر في مجال الشغل. أبشروا. الوضع الصحي الحقيقه نرفزه وعصبيه، فده عامل توتر مخلي الليفل الصحه بتاع الابراج الترابيه في بدايه السنه مش مستقر شويه، يعني التوتر، الانفعال، العند، الاصرار. خلينا نتفق كمان ان بعض الابراج الترابيه زي الجدي تحديدا بيبقى عندهم حته ان هو ينتقم لنفسه شويه. يعني اذا حد عمل معاه رياكشن معين او عمل معاه موقف ضايقه ما بينساش. معظم الابراج الترابيه الجدي وبعدين في حته الانتقام. الجدي رقم واحد وبعدين التور وبعدين العذراء. العذراء عقابه او انتقامه ان هو بيبعد، بيهمل، بيسيب خلاص. لكن الجدي او التور لازم ياخد حقه، لازم ياخد يعني يرد اللي عمل فيه. فجايز يكون ده يخص البرجين دول تحديدا، التوتر، حتة الانتقام دي موترهم شوية في الوضع الصحي، فليفل الصحة شوية مش مستقر. تمام. طيب هنتكلم عن أبراج، احنا خدنا الأبراج الهوائية، نتكلم عن أبراج مثلا المائية زي السرطان والحوت والعقرب. تمام. طيب هنتكلم عن كارت العاطفة. ذا تاور ده بيقول لي إن الأبراج المائية، الحوت والعقرب والسرطان، تحديدا العقرب لان العقرب انتقامي قوي، هو بينهي علاقه. ذا تاور معناها الكارت فيه شق سلبي وشق ايجابي. الشق السلبي ان هي علاقه بتقع، تمام، لكن انا بفسرها ان هي جزء ايجابي. ليه بتهدم علاقه؟ بتهدم علاقه لان هي بنت على اسس غلط. فانت يخلص. بتخلص منها عشان يا اما تعيد بنائها صح او تدخل في علاقه بتتلاشى فيها السلبيات اللي حصلت. فانا شايف ان معظم الابراج طبعا القراءه ما تنطبقش على كل الناس لان مش كل الطاقات واحده، اوكي، لكن معظم الابراج المائيه سرطان عقرب حوت عندهم حته ان هو يقفل صفحه قديمه او ينهي علاقه نرجسيه. جايز يكون علاقه عاطفيه بشخص نرجسي اللي هو شخص مصاص الطاقه، اناني، دايما ما بيرضاش باي حاجه. فوارد جدا يكون دي الطاقه الحاضره للابراج المائيه ان هي تدخل السنه الجديده وهي بتقفل صفحه وبتنهي صفحه فيها التوتر دي. طيب الوضع المادي، خلينا نتفق ان لازم يكون في حذر للابراج الطبيعيه. الكارت بيحذرني للابراج المائيه ان اذا انت هتدخل مشروع جديد او عندك بدايه شغل جديده مفيش داعي للاستعجال، لان وارد جدا يكون في مؤامره في نطاق الشغل اللي انت رايحه. فنصيحه من التارو لاي برج مائي، عقرب، سرطان، حوت، اذا انت هتبدا تدخل صفحه او تدخل بدايه شغل جديده، ادرس الموضوع الاول، لان وارد جدا تلاقي ان الشخصيات اللي معاك سلبيه توقعك. وارد ما يكونش عندهم المصداقيه في الشغل، وارد يكون هم عايزينك انت كمصدر لراس المال وهم يديروا مشروع او يديروا غلط. وكمان جايز يكون في خساره او بعض الخساره الماديه، لكن ان شاء الله مش هيحصل باذن الله. طيب الوضع الصحي بيتكلم ان السبب او السبب الرئيسي اللي هيبقى عامل عدم اتزان في الوضع الصحي لابناء الابراج المائيه هو الفتور او حاله الخلافات اللي حاصله ما بينهم وبين المقربين. يعني خلافات مع الاخوات، خلافات مع الاهل، خلافات مع الزوج او الزوجه، خلافات ما بين الاسره بشكل رئيسي. الموضوع ده موترهم جدا، وده اعتقد ان هيكون سبب رئيسي في دخولهم في وضع صحي متدني. الهدوء يا جماعه بقى، الهدوء. يعني هتلاقي بقى توتر. يعني الكارت بص بيتكلم ان في حد بيحاول يرضي وحد مش راضي. فده معناها ان في حاجه مش مظبوطه في نطاق الاسره. تمسكوا اعصابكم كده على المشاكل دي. تمام. فاضي معانا ايه؟ احنا قلنا الترابيه والمائيه والناريه والهوائيه. لا ما قلناش الناريه لسه. الناريه. طيب ناخد طاقه الابراج الناريه اللي هي الاسد، القوس، الحمل. تمام. الحمل طبعا هو بدايه الابراج، يعني لما جم خبراء الفلك يصنفوا الابراج او يرتبوها بداوا بالحمل لان هو بدايته في الربيع، فقال لك نبدا اول سنه بالابراج الناريه واولهم الحمل. تمام. طيب في علاقاته العاطفيه بدايه السنه هيبقى عنده حيره ما بين ان هو يقفل صفحه او يدخل صفحه جديده. بيحب شخص معين، منتظر رجوع ليه او منتظر رجوع الشخص ده، عشان كده هو مش قادر ياخد خطوه. يعني هو بيحب حد ومنتظر رجوعه، وفي حد تاني بيحب البرج الحمل او البرج القوس او الاسد
بس هو عينه مع حد فمش قادر ياخد قرار استنى او ابدا صفحه جديده. ففي حيره شويه في العلاقات العاطفيه بشكل عام. في الوضع المادي زي امبراطور بيتكلم عن ان انت شخص واثق في نفسك جدا، هيبقى عندك ثقه عاليه قوي. الثقه دي هتدفعك ان انت تدي نفسك مزيد من الطاقه في الشغل، هيشتغل بتفكير جديد او هيشتغل بثقه زياده عن اللزوم او هيشتغل باداره جديده، هو يبقى عنده فكره جديده ايا كان. كارت امبراطور بيتكلم عن ان انت حد واثق في نفسك في نطاق شغلك، وده هيحقق لك مردود مادي كبير جدا. الوضع الصحي ده بيديني تحذير شويه، لو في حد مقبل على عمليه جراحيه او حد من المقربين ليه داخل عمليه جراحيه، اعتقد ان الوقت مش مناسب مع بداية السنة. ما اعتقدش ان الوقت ممكن يكون مناسب، والله اعلى واعلم، لكن هي كلها توقعات زي ما حضرتك عرفتي او زي ما حضرتك شفتي. دي العصي ده بيتكلم او بيرمز للابراج النارية، والسيوف بترمز للابراج الهوائية زي ما قلت لحضرتك، الكؤوس للابراج الترابية او بنتكل الابراج الترابية. تمام. النجمة الخماسية. تمام. بس ده كده اخدنا كده توقعات السنة الجديدة. أنا شايفة إن فيها نسبة كبيرة من الطاقة الإيجابية، يا رب بس يعني السنة اللي جاية تعدي على خير. إن شاء الله. كفاية جدا اللي حصل السنة اللي فاتت. طبعا إحنا يعني قلنا معظم الكروت عشان دي طبعا وقت البرنامج، بس إن شاء الله حضرتك هتشرفنا تاني. نقول بقى بالتفصيل. إن شاء الله شرف. نقول بالتفصيل لأن الكروت على فكرة يا جماعة شكلها جميل. طبعا القراءات بتختلف، القراءة العامة غير القراءة المفصلة للشخص غير القراءة المفصلة للبرج. طبعا الأدق والأصدق بنسبة 90% القراءة الخاصة لما تقرأ الشخص فيس تو فيس، لكن القراءة العامة مش شرط تنطبق على كل الناس طبعا. احنا بنقول ده. تمام. اشكر حضرتك جدا. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. هنطلع فاصل بقى ونواصل فقراتنا.